اسعد الله اوقاتكم متابعين ومتابعات قناه شوف تيفي. مرحبا بكم معنا اليوم في هذا البث المباشر من امام مركز تحقن الدم بمدينه القنيطره. كيف ما كتشاهدوا معنا وفد كبير من الساكنه مدينه القنيطره حاضر الان باش يتبرع ويقوم بعمليه ديال التبرع بالدم للاخوان ديالنا ديال اللي صابهم زنزان. والله لحد الباس والله يحموا جميع الحمات متابعين افاضل. حنا الان كيف ما كتشاهدوا معنا يقبل كبير. كذلك الشكر الخاص رجال الامن اللي حاضرين تما بالدور ديالهم. كذلك كيف ما كتشاهدوا معنا وايضا اليوم على ما توصلنا بالمعلومه انه جاو انهم كذلك بالدور ديالهم انهم يقدموا ويتبرعوا بالدم. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل عمليه مازال جاريه امام مركز التحقن الدم بمدينه القنيطره قرب المستشفى الادريسي او الملقب بالغابه. دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا كنتمنى من جميع الله يبارك فيك سيدي. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الأفاضل احنا الآن أمام المركز الوطني للتحكم الدم بمدينة القنيطرة. كيف ما عارفين هذه عملية وطنية وأيضا الإخوان ديالنا ديال مراكش ونواحي مراكش محتاجين للدم. فاحنا اليوم الحمد لله في مدينة القنيطرة كنشاهدوا أن جميع مجموعة ديال الساكنة حاضرة أنها باش تبرع بالدم. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل. اذا غادي نحاولوا ناخذوا بعض التكريمات او مع عند الساكنه الى كانوا باغيين يعطيو. مرحبا لالا. مرحبا بك انت معنا المباشر. جيتي اليوم عمليه انك تبرعي انت ملي سمعتي بهذا الخبر جيتي باش تبرعي بالدم. سمعت بهذا الخبر جيت باش نتبرع بالدم وكان الابن ديالي تا هو بغى يتبرع ولكن قاصر ما ساعدوش. الله يخليه لك ونشكره وجدير الشكر صراحه. لان مثل بحال هاد الشباب اليوم ما باغيش يبان بحكم ان بحال هاد الشباب من الصغر ديالهم كيجي جبتو باش تاوي ادي هاد الواجب باش ادي هاد الواجب ولكن دوماج صغير. الحمد لله ولكن الحمد لله انت تبرعتي. الحمد لله الحمد لله والله يتقبل وشكرا لك باسم شكرا مره اخرى. اذا دائما معكم عبر المباشر المتابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. دائما معكم عبر المباشر من امام مركز التحكم الدم بمدينه القنيطره. اذا كيف ما كتشاهدوا احد المتبرعات وكذلك مجموعه ديال الساكنه حاضره باش تبرع. كيف ما كتشاهدوا احنا الان امام المركز وكذلك كذلك فيما توصلنا بمعلومه ان رجال الامن كذلك بالدور ديالهم حتى هما جاو هذا الصباح حتى هما قاموا بعمليه ديال التبرع وشيء جميل الحمد لله. هذا هو التضامن وهذه هي الروح الحمد لله كيف ما تعودنا عليها دائما. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب من امام مركز تحقن الدم بمدينه القنيطره. اذا كيف ما اللي ما عرفوش حتى الناس اللي التحقوا بنا وما عارفينش المركز فين كيجي فهو المركز قرب مستشفى ادريسي اي المستشفى الملقب بالغابه. نعم العدد واقيلا صعب ما عرفناش مازال ما عرفناش مواطن ولا مستوطن. إذا معنا أحد المواطنين اللي بغى يتكلم على هذه المسألة هذه. مرحبا بك عبر المباشر مرحبا بك تفضل سيدي. خويا أول حاجة نقدموا التعازي. مرحبا خويا. أول حاجة نقدموا التعازي لعائلة ديال الضحايا وللمغاربة أجمعين. لا أحزن الله الشعب المغربي. ونقدموا التعازي ديالنا لصاحب الجلالة ونتمناو هادشي مزيان وخص يزيدوا فيه الإخوان أنه كاين تضامن بينه على المستوى الكبير ديال المغاربة. نعم سيدي مرحبا. الحمد لله هذا هو التضامن للشعب المغربي من طنجه للقوارع الحمد لله جميع المراكز من المغرب انهم كيقوموا بهذا العمل الان. جميع السكان ديال المغرب كيقوموا الان بهذه العمليات ديال التبرع بالدم. نعم رغم الجلل الكبير رغم المصيبه اللي تصابوا بها الشعب المغربي الحمد لله على كل حال. ولكن الملحمه كيف عودونا المغاربه ديما تيكونوا النهار الكبير تيكونوا فيه كبار. اللي كاين دابا خويا حنا جينا باش لأهم في هذا الشيء هو اننا جينا باش نعطيو الدم هذا الصباح. قال لك اودي تياخذوا
قال لك اودي تياخذوا 100 ديال 100 شخص ما تيفوتوش كاع ما عرفتش. قال لك كاين خصاص في لي بيرسونيل ما عرفتش هادشي تنوجهوا حنا نداء للسيد الوزير الصحه باش نعرفوا شنو كاين. ديما الخصاص هاد الناس هنايا الله يحسن العون ما عندهم ما غيديروا. حنا جينا المواطنين انتم تشوفوا المواطنين راه فوق 100 ديال الناس قال لك ما تيفوتوهاش. كيعطيوك الجوطونه اللي كيعطيوك واحد الفيتشه وفيها النمره ديالك ديال الترتيب. حنا جينا كسائر المواطنين هذا واجب للاسف. انت تشوف هذا الشيء اللي تلقينا حنايا هذا هو اللي كاين. نتمناو انه باش الرساله توصل للجهه المعنيه والجهات المسؤوله باش يعرفوا ان راه كاين واحد الخصاص هنا في المركز ديال تحقن الدم في قنيطره ويجيبوا الناس اللي غادي تشتغل. الناس راه باغيه تعطي وقال لك راه قلنا بقى العناصر ما كاينينش. هذا هو اللي كاين هذا هو اللي كاين عادي 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 هذا هو اللي كاين. ما عندنا مواطن عادي حنا بحال بحال حنا بدون انتماء. دابا حنا مغاربه حنا تيجمعنا دم واحد مغاربه تنغيروا على بلادنا بغينا كاع الناس راه باغا متاثره والناس مضروره ولكن للاسف جذوب المغاربه دي واجب وهذه مسؤوليه المغاربه والمغاربه تيكونوا نهار المسؤوليه تيكونوا كبار ولكن للاسف لابد تلقى واحد الناس اللي راهم متهاونين. رساله السيد وزير الصحه يشوف هذا الامر والسيد الامين الله يجازيك راه المركز هنا ما كياخذوش فوق 100 ديال الناس. الناس راه جات هنا وشتمش حنا راه امراض وجينا عيانين وملوكين وجينا باش هذا واجب ما تنفتخروا بزز منا نعطيو الدم ونضحيو على بلادنا وعلى المغاربه. مرحبا مرحبا من غير هذا المكان هذا اللي عرفت انايا انا قنيطري اللي جيتنا انا جيت عادي ايوا انت تشوف خونا عادي خذ راحتك خويا هذا هو المركز اللي كاين. شكرا خويا شكرا مرحبا. اذا معنا احد المواطنين اسمح لي غادي اسمح لي دونك غادي نتكلم. نعم بغيت نتكلم اي مش نعم معنا اخوان اللي بغيت يتكلموا. نعم مرحبا انت جاي من جاي دابا من الماديه من قصبه الماديه سولت سولت في قصبه الماديه ما كاين حتى شي مركز. كاين هذا المركز هذا المركز الوحيد ديال المستشفى الادريسي. لما زيناه هما تيقول لك راه عاطي النماري لواحد العدد مخصص وتيرجعونا ما كاينش ما كاينش يد العام ما كاين حتى شي حاجه. شكرا السلام عليكم سي مرحبا بك معنا. كنتي بعملية ولا مازال؟ انا من جزاكم الله الله يجازيكم اختي الله يجازيكم. النية أبلغ من العمل. اولا تعازينا الحارة لزميع ضحايا هاد الفجعة هادي. وجينا كأي مواطن خاصو يجي يقوم بهذه البديلة هذه يتبرع بالدم سواء كانت الأمور في أحسنها أو في غير في غير غير أحوالها. المهم هو أن الإنسان يقوم بهذه البديلة هذه ويجي يتطوع بالدم لأننا في حاجة باش نضامنوا جميع. وكيف ما كان الحال إن لله وإن إليه راجعون وتعازينا الحارة لجميع الضحايا وعاش الملك. شكرا لك. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب كيف ما تابعتوا معنا كيف ما سمعتوا. وايضا الشكر الخاص لرجال الامن اللي حاضرين صراحه وكيف ما قلت لكم في السابق لانهم تهم كذلك بدور ديالهم انهم ساهموا وتهم قاموا بالعمليه ديال كذلك قاموا بالعمليه ديال التبرع في هذا الصباح. وكيف ما سمعتوا احد المواطنين كيصرح بانه العمليه ما كافياش هنا في هذا المركز ديال مركز ديال تحقن دم مدينه القنيطره. كيقولوا بانه كاين 100 فقط ديال اللي يمكن يستعبوا اما اكثر من 100 ما يمكنش فهذا مشكل. فكنتمناو رسالتنا توصل للمسؤولين انهم يقوموا او يجيو ناس اللي متخصصين في هذه العمليه ويقوموا لان كيف ما سمعنا ان هذا المركز الوحيد على حسب ما التصريحات ديال الناس كيقولوا ان هذا هو المركز الوحيد اللي كاين بمدينه القنيطره وقصبه المدينه وانه وحيد بمدينه القنيطره. هذه المساله اللي هي شويه خصها انها تعالج وخصوصا في هذا الوقت الراهن اللي الاخوان ديالنا ديال نواحي مراكش انهم او مراكش انهم محتاجين الدم. فكنتمناو رسالتنا توصل للمسؤولين اعلى مستوى باش يشوفوا بهذه العمليه. اذا كنشوفوا بعض المواطنين اللي هما طالعين الدم انهم جايين من مناطق بعيده وكيقولوا جايين باش نتبرعوا لكن مع الاسف كيتفاجئوا انهم كيقولوا بانه فقط 100 ما يفوتوهاش. وتبارك الله كيف ما عارفين ساكنه مدينه القنيطره فساكنه كبيره تبارك الله بالالاف ولما لا نقولوا بالمليون ولكن مع الاسف انهم الناس حضروا ولكن مع الاسف كيقولوا انهم ما كاينش الطاقم الطبي الكافي فقط غادي يستقبلوا 100 واحد. على العموم اللي جا كيف ما قالت لي السيده وكيف ما قالوا الاخوان النية ابلغ من العمل. الحمد لله النية ابلغ من العمل لكن ناس كيجيو كيشدوا واحد الطريق على اساس انهم ياخذوا يتبرعوا الدم ولكن كيتفاجئوا كيتصدموا كيلقاو بان راه العمليه صافي 100 فقط. فهنا شويه قضيه شويه صعيبه.
نفسيا ولا كل حاجه. اذا دائما معكم متابعين افاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب من امام مركز تحقيق الدم. اذا مازال العمليه كيفما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل مازال الساكنه حاضره مازال كتجي بكثافه، لكن مع الاسف كيفما سمعنا التصريحات انهم مع الاسف انهم 100 على حسب ما كيقولوا. كنشوفوا ايضا رجال الدين، نعم اذا كنشوفوا حتى رجال الدين الائمه المجالسين هما جايين بالدور ديالهم انهم يتبرعوا كيفما كتلاحظوا معنا المتصلين الافاضل جايين باش يتبرعوا كذلك. واليوم كاينه واحد الصلاه ديال صلاه الغائب كيفما كتلاحظوا معنا كيفما غادي تكون بعد صلاه الظهر. عندك اضافه؟ مرحبا بك مره اخرى. عندك اضافه؟ اهلا وسهلا. عندك اضافه قلتي؟ نعم اللي بغيت نشير ليه هو ما خصناش نبقاو نشوفوا بعد المسائل، يعني بحال الى يعني هذا جا هذا ما جاش كيدخلوا ولا ما كيدخلوش، خداو مياتين ووقفوا، حنا ما تيهمناش. المهم هو ان خصها تكون المشاركه، يجي الانسان يعطي بالدم ديالو لان النيه ابلغ من العمل. يجي اي مركز ديال التحاقن يعطي الدم ديالو بسبب الله لكي يتم انقاذ ما يمكن انقاذه. هذا هو اللي بغينا نقوله، ما خصناش نبقاو لا هذاك جا لا مسؤول لا ما دارش هذاك، اذا بقينا بحال هكذا. هذا هو، فدائما خاص يكون عمل تضامني و يعني بحال هاد الاشياء هذه، يعني خص الانسان يتضامن، نديروا اليد باليد ونخدموا كاملين وان شاء الله غادي ننقذوا ما يمكن انقاذه. هذا عاش الملك وتعازينا الحاره لجميع اسر الضحايا، وإن لله وإن إليه راجعون. شكرا. إذا دائما معكم عبر المباشر متابعين الأفاضل متابعين قناة شوف تي في قناة الشعب من أمام مركز التحكم الدم. شكرا لكم على المتابعة، أنا أوفيكم جميع المعطيات متابعين الأفاضل بعد قليل إن شاء الله. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء، دمتم في رعاية الله وحفظه. إلى اللقاء.